زيارة يعني تأتي في توقيت يوصف بأنه مهم دقيق في دلالاته الجيوسياسية الاقتصادية والأوضاع أيضا كذلك التي يمر بها العالم اليوم جراء الحرب الروسية الأوكرانية. هناك طلب فرنسي غير مسبوق من المملكة العربية السعودية بأن تدفع نحو الشروع بحل سياسي للأزمة في أوكرانيا. لماذا طلبت فرنسا من السعودية هذا الأمر وفي هذا التوقيت برأيك؟ أود أن أقول بادي أدي بادي أن زيارة ولي العهد السعودي إلى باريس لأكثر من أسبوع هو حدث بالغ الأهمية ويكون له تداعيات كبيرة، لأن هذا يسمح لفرنسا ببناء علاقات شراكة وثيقة بين البلدين. وأعتقد أنه بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وهذا هو السبب الذي جاء من أجله ولي العهد، هي فرصة تسمح بلقاء قادة العالم الذين سيحضرون للمشاركة في المؤتمر الذي ينظمه الرئيس ماكرون الأسبوع المقبل من أجل إعداد ميثاق مالي عالمي جديد يمكن للسعودية أن تقوم بدور أساسي فيه. إذن صحيح اللقاء بين بلدينا يأخذ منحى جديد وكذلك بعد غير مسبوق، وهذا يوفر الكثير من الأمل للجانب الفرنسي والسعودي لعلاقات بناء بيننا. الملف الأول الذي هو على طاولة المفاوضات هي غزو روسيا لأوكرانيا، هذا الحدث المأساوي. وحتى الآن فإن الكثير من البلدان في العالم قالت هذه مسألة أوروبية تخص الأوروبيين في علاقتهم مع روسيا، إذن هذه مسألة أوروبية لا تهمنا. ولكن يبدو لي أنه في واقع الأمر هذا الصراع الذي يجعل روسيا طرفاً أساسياً بشراكة مع الصين ربما، ومن ناحية أخرى كافة الدول الأعضاء في حلف الناتو، هذا وضع يخص الكوكب برمته. ونرى بوضوح أن هذه الحرب قد تسببت بأزمة اقتصادية عالمية أدت إلى تباطؤ الاقتصاد وزيادة نسب الفائدة وارتفاع أسعار مواد الطاقة. كل ذلك يؤكد أنه في الواقع هذه الحرب أو تشجيع روسيا دون فرض عقوبات عليها أو تنفيذ العقوبات التي يريدها الأوروبيون، هذا يعني في الواقع دفع روسيا للمضي في هذا السبيل. ولكن يجب أن تبذل كل الجهود بطريقة صادقة وشفافة لردع روسيا لتوقف مشروعها الرامي للاستيلاء على أوكرانيا. هذا البلد ذي السيادة المستقل الذي له حدود يجب أن تحترم. سيد محمد، إن كنت تسمع ونزل سيد إيرفي يتحدث. طيب سيد محمد، أسأل أيضا كذلك عن الدور السعودي المنتظر. الأمير محمد بن سلمان في فترة سابقة كان قد توسط في ملف الأسرى الأوكرانيين والروس، كذلك أيضا تجمعه صداقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كذلك الرئيس الأوكراني دعي إلى القمة العربية في جدة. ما هي الأرضية التي يمكن أن توفرها الرياض في هذا التوقيت مع التصعيد العسكري الكبير الذي يجري في أوكرانيا سواء في الشرق الأوكراني أو حتى أيضا في الغرب الروسي واستهداف المدن الغربية الروسية؟ ما الذي يمكن أن تقدمه الرياض من أرضية لأي تسوية سياسية ممكنة اليوم في هذه الأزمة؟ مع تقريبا أكثر من نصف من سنة ونصف على بداية الحرب الأوكرانية الروسية، هناك تراكم من الثقة بني بين السعودية بين الرياض وبين المجتمع الدولي في علاقتها مع الطرفين المتحاربين.
وقفت الرياض منذ البداية في المنتصف بين هذين الفريقين المتنازعين، ولم تنحزل أي طرف، وبنت ثقة الحقيقة ومصداقية عالية استطاعت من خلالها أولاً النفاذ إلى ملف الأسرى الذي كان شائكاً جداً، وكان من الصعوبة الدخول فيه في بداية أزمة كان فيها الغضب محتدم بين الطرفين، ومع ذلك استطاعت الرياض الدخول إلى هذا الملف وتفكيكه والحصول على يعني حل له بين الطرفين، وتبادل أسرى كان مدويا في تلك المرحلة. اليوم نحن نتحدث عن بناء ثقة بقي على مدى سنة ونصف ثابتا ومتراكما ومميز الحقيقة بين الطرفين. استطاعت الرياض خلال هذه الفترة الصمود في وقف كل في وقت كان الكل يطالبها بالانحياز إليه، ومع ذلك وقفت الرياض موقفا ثابتا، وهذا الحقيقة يحسب للمملكة صمودها في هذا الموقف، لأن الكثير من الدول للأسف انحازت إلى الطرفين، والرياض قالت منذ البداية أن الانحياز لا يقدم إضافة إلى أي من الطرفين، ولكنه قد يزيد تعكير الأجواء ويزيد المأساة الموجودة في منطقة الحرب. اليوم يعول المجتمع الدولي على الرياض القيام بدبلوماسية حقيقية لنزع فتيل هذه الأزمة التي قد تتحول إلى حرب كونية. اليوم نحن لا نتحدث عن نزاع إقليمي بين أوروبا وروسيا أو بين دولتين الروس والأوكران، ولكن نتحدث عن نزاع كوني قد ينفجر في أي لحظة، وهذا النزاع قد يؤثر على العالم كله اقتصادا وسياسة وبشرا. سيد هرفي، يعني الملف اللبناني هو واحد من الملفات المهمة على طاولة المباحثات بين الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي، وربما الرئيس ماكرون في زيارته السابقة إلى السعودية في يوليو 2022 كانت هذه الزيارة محط الاهتمام الأول لها هو لبنان. لبنان فشل في اختيار رئيس له، فشل البرلمان اللبناني طبعا قبل يومين للمرة 12 على التوالي، وهناك تنسيق سعودي فرنسي حتى مع لبنان في هذا الملف. إلى أين وصلنا في التنسيق السعودي الفرنسي فيما يخص لبنان؟ ما الذي تحقق حتى الآن؟ الواقع أن الوضع في لبنان مرة أخرى يثير الكثير من القلق، فالمؤسسات اللبنانية لا تعمل كما ينبغي، وعدم وجود حكومة منذ الخريف العام الماضي، حيث أن السيد ميقاتي لا يرأس إلى حكومة تصريف أعمال، ثم ليس هناك رئيس منتخب في لبنان، فالمنصب شاغر منذ حوالي أو أكثر من عام. إذن هذا الوضع يثير الصدمة بطبيعة الحال، وهذا وضع هو فريد من نوعه في لبنان. وبالتالي أعتقد أن المملكة العربية السعودية وفرنسا السعودية مؤثرة جدا في لبنان، وهي حاضرة بقوة في الاقتصاد اللبناني، كما أن فرنسا لها علاقات واضحة مع لبنان، فنحن معا نهتم بدفع المسؤولين السياسيين اللبنانيين ليتوصلوا إلى تفاهم بشأن حلول وسط، حلول توافقية من أجل السماح للمؤسسات مؤسسات الدولة اللبنانية بالعمل مجددا. ما أقصده بذلك هو أن اللبنانيين لا يمكن أن يختاروا فقط رئيس الجمهورية الذي يريده حزب الله، وكذلك الرئيس الذي يريده خصوم الحزب، فيجب الاجتماع وإجراء حوار للتوصل إلى اختيار رئيس أو رئيس يتوافق مع يريده كافة أو تريده كافة الأطراف اللبنانية. برأيي هذا هو الخط السياسي الذي تتبناها فرنسا، وهذا هو السبب الذي جعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعين وزير خارجيته الأسبق السيد جون إيف لودريان كمبعوث خاص له إلى لبنان.
ونحن نأمل أن يكون هناك تنسيق وثيق بيننا وبينكم وبينكم وبيننا، لأن المملكة العربية السعودية يجب أن تتمكن من تغيير المواقف إيران التي هي لها أهميتها في لبنان اليوم. هذا ما يجري في الوقت الراهن. الوضع صعب بالنسبة لكم ولنا، وهذا ينبغي أن يسمع. هذا ما أمله في الأسابيع المقبلة، تعيين من قبل مجلس النواب اللبناني في نهاية المطاف رئيس جمهورية يكون تعبيرا عن الممارسة المؤسسية ويستجيب لرغبات كافة الأطراف. سيد محمد، بعد الاتفاق السعودي الإيراني أيضا كذلك التنسيق السعودي الفرنسي الذي سيجري اليوم والمحادثات أيضا في موضوع لبنان، كيف يمكن النظر إلى الحسابات السعودية في لبنان؟ هل تغيرت؟ هل ستتغير؟ ما هو الموقف اليوم أيضا؟ الموقف السعودي من لبنان موقف واضح وصريح، وهو يقول لا نريد العلاج بالمسكنات وننتخب رئيس للجمهورية ثم نعود في أزمة رئيس وزراء للبنان لا يتم تعيينه ويتم يعني الضغط من خلال المحاصصة الغريبة، ثم يتم الانقضاض على مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء، ثم تفشل هذه الوزارة، ثم نذهب إلى فترة فراغ ممتدة وطويلة. وهذا الحقيقة تجارب عديدة في لبنان خاضها اللبنانيون وخاضها العرب، وبالتالي انعكست على العلاقة العربية اللبنانية وكذلك على مستوى المتغيرات في لبنان ومستوى ما تقوم به الأحزاب والمنظمات من إرهاب، من تحريم مخدرات، من التعاون ضد المصالح العربية. الحقيقة لا السعودية ولا العالم العربي يريد لبنانا بهذا الشكل. السعودية تقول دائما بأن المسألة اللبنانية هي في النهاية مسألة لبنانية محضة، ولكن هناك شروط يجب على اللبنانيين أن يلتزموا بها. عندما يكون الحل شاملا يعني يرتبط تعيين رئيس جمهورية حقيقي قادر على أن يقود لبنان العروبي، وأيضا أن يكون هناك رئيس وزراء منتخب ليس مرتبطا بأجندات إحدى الأحزاب التي تضغط داخل لبنان، ويكون أيضا قراره قرار لبناني محض ويعمل من أجل مصلحة اللبنانيين والاقتصاد اللبناني والأمن اللبناني، عندها يمكن الوصول الحقيقة إلى حل شامل، باكج من الحلول يعني يصل بلبنان إلى بر الأمان. أما أن نعود إلى مسألة الحلول الوضعية أو المسكنات أو رد من بعض الحفر وترك الحفرة الكبيرة السياسية الموجودة في لبنان والتي الحقيقة لم يستطع أحد يعني خلال السنوات أو العقود الماضية من ردمها، فهذا الحقيقة سيعيدنا إلى المربع الأول نفسه الذي تعيش فيه لبنان وتعيش معه الدول العربية منذ العام 1971 أو 72 عندما بدأت إرهاصات الحرب الأهلية في بيروت أو لبنان، وما زلنا نعيش يعني تجذرها وشظاياها إلى اليوم.